اهلا بكم اعزائي المشاهدين، والنهارده هنتكلم معاكم عن الابراج وعن التاروت. ومعانا طبعا النهارده مدام بشاير، هتكلمنا عن برج العذراء. اهلا مدام بشاير، اهلا. كلمينا عن برج العذراء. برج العذراء هفتح عنه بالتاروت علشان هو كان صدفته مشاكل كتير، وهنبتدي دلوقتي. ثواني. برج العذراء دي فلوس ورافع دعوة، وكان مر بفترة مشاكل كتيرة، ومر بانفصال، والانفصال ده كان بسبب طرف تالت، وفي الغالب الطرف التالت دوت دخل بطريقة مش حلوة او عمل حاجة مش حلوة، ان كان وقع ان كان سحر حاجة كده يعني. برج العذراء بقاله كتير قوي نفسيته مش حلوة بسبب الناس اللي بتخونه والناس اللي بتحطه في حالة نفسية سيئة. في دعوة قضائية، هو المفروض كان في 10، في اللي اتأجلت وفي اللي خلاص اتنطق فيها الحكم لصالحه. دعوة قضائية، مشاكل أسرية ولا؟ مشاكل أسرية، وفي ناس ليها فلوس عند ناس عشان تستردها، إن كان للتجارة انفصلوا عن بعض، أو إن كان يعني في تجارة كانوا شركاء وكل واحد خلاص، ففي فلوس ليهم مش طايلينها او مش عارفين ان هم يستردوها. في ناس فازت بالموضوع ده وفي ناس لسه. اللي انفصل ده عنده اطفال من الشخص اللي انفصل منه، فدي اعباء عليه، هيضطر برضه يرفع قضاء عشان ياخد فلوسه وياخد حقه. هو مش بيسعى ان هو كل شويه يعمل قضيه او بس هو كان بخته وحش قوي السنين اللي فاتت، الدنيا ما هتبتدي تظبط، بس هو مجروح موجوع من ناس ياما. الناس دي اتكلمت في حقه، الناس دي فضحت له اسراره، الناس دي تعبته نفسيا، هو عطى اكتر ما خد في كل العلاقات السابقه، نفسيته مش مرتاحه. هيبتدي الايام الجايه يحاول يشتغل بعقله اكتر من قلبه، لان هو على قد ما كسب شويه خسر كتير جدا. هو كسب في مرحله بسيطه، بالنسبه للرجاله هما كانوا احسن، الستات تعبوا جدا، السيدات اتضغطوا وخسروا ونفسيتهم تعبت، طلعوا بأولاد مش عارفين يتعايشوا. تفتكري حاجة هتعوضهم يعني؟ في حاجة بس هو مش دلوقتي، هما داخلين دخلوا في قصة حب كده يعني عبرة، وهي مش حب قوي، هو زي كيد، هما والطرف الآخر زي حد كان بيغيظ حد بحد انه يرجع له او يحاول يسترده، لكن المواضيع فشلت لان هما ما بيحبوش يمثلوا طول الوقت، ما بيعرفوش، هما صراحة جدا شفافين، ما عندهمش استعداد للمراوغة والمشي البطال. هما ناس بتحب ان هي تتعامل بقلب بسلاسة. جاي لهم برضو عوض في حب وعوض في رزق الايام الجاية، عندهم انفراجات حلوة في الفلوس. ده بالنسبة للمش متزوجين، المنفصلين. المنفصلين. بالنسبة للمتزوجين هيبقى في وفق بينهم، لان كان عندهم مشاكل كتيرة جدا. بالنسبة اللي لسه مرتبطوش، في حبيب، والحبيب ده كان بيبعد ويقرب، ربنا هيجيه ويعمل حاجه متردد يعني. كان عندهم المرحله اللي فاتت ضغوط كتيره نفسيه، هم لسه بيبتدوا يخرجوا بره القوقعه اللي كانوا فيها. طب وصداقاتهم اكتر الابراج الصديقه للبرج العذراء؟ ما لهمش خير في الصداقه قوي ولا في المحبه، اكتر ناس خانوهم كانوا ناس معاهم حبايب، صحابهم غيره، غيره مش كره، غيرة أكتر من كل. هما بيصاحبوا كتير قوي وبيتقابلوا مع ناس كتير وبيبقوا فرحانين وبتبقى الحياة حياتهم. أكتر الناس اللي باعوهم كانوا معاهم في يوم من الأيام صحاب قبل، خسروا معاهم في تجارة أو في أماكن، إن كان مشروع، إن كان حاجة كانوا مدخلين فيها حد ودافعين نسبة. وأكتر ناس خانوهم الناس اللي هما واقفوا جنبهم. ابتدى دلوقتي كل الناس اللي بعدت عنهم بتقرب، لان هم كانوا مستنيين ان هم هيأذوا او هيردوا، هم مش كده، هم سلاحهم حسبي الله ونعم الوكيل زي برج اكتشفوا ان هم السرطان، اوفياء، زي برج السرطان. واكتشفوا ان هم بعدوا، فيهم ناس رجعت نفسها وفيهم ناس لا خلاص انا ماليش وش ان انا اتعامل معاهم. يعني ملوش حظ في الصداقه، ملوش حظ في الصحبه ولا في الجواز، بس السنه دي هتكون اخر احزانه. هو لغاية 10 فايز الحمد لله. طب في أول السنة كانت الدنيا معاه صعبة قوي، بدأت تتعادل الثلاث شهور الأخارة، إن ربنا كرمه وكسب قضية
ولو انه ما استردش كل حقه فيها، يعني هو كسب الحكم ولسه ليه حاجات متعلقه، ان مثلا انا كسبت قضيه منك او ليا عندك حق، بتبتدي انت تقولي طب معلش انا ما معيش، طب الايام الجايه، طب لسه حقوقهم متعلقه. في حد تاني انفصلوا عنه مؤخرا، وده لازم هيرفعوا قضيه عشان يستردوا فلوس اولادهم، لان الحمل عليهم تقيل وهم تعبوا من انهم بيحطوا وبيدفعوا، محدش بيعرف ده في طب لو النهايه. هما متجوزين، لو برج العذراء متزوج من برج الجوزاء، ازاي يحسن علاقته بيه؟ الجوزاء صعب شويه، احنا عارفين ان الجوزاء صعب ومش تفهمي ايه اللي في دماغه، احنا عايزين ازاي التناسق ما والله بينهم. هو مش صعب، هو الجوزاء بيحب اللي يحبه والعذراء نفس الشيء، بس يعني الجوزاء تحس لو ان هو الاثنين الجوزاء بصي العذراء متقلب والجوزاء متقلب، خلينا نتفق على كده. تمام. فلو كل واحد اتنازل شويه الدنيا هتمشي، بمعنى العذراء بيحب الحنيه والمعامله الكويسه ويحب الدماغ، ما يحبش اللي يغشه. الجوزاء فيه شويه مراوغه من وقت للتاني، العذراء ذكاء لكن ما بيحبش الخباثه، بيتخابس على اللي بيتخابس عليه، يعني الاثنين مش بيعامل بالمثل، متوافقين. بيعامل بالمثل. الاثنين ممكن يتوافقوا في حاله واحده لو كل واحد عامل التاني بما يرضي الله زي ما بيقول. كويس. في عندهم حد من ولادهم جاي له حاجه حلوه قوي بنصره كبيره، وهم نفسهم ان حاجه تفرحهم، ده يا هيكون في لعبه وهيتشهر، يا هيكون حد داخل هياخد مراكز في حاجه هو اوريدي ماشي فيها، يا هيكون حد دماغه حلوه هيخترع هياخد منصب بترقيه. دي حاجه لاولادهم. هم في الوقت الحالي حاسين ان العمر عدى والنفسيه مش حلوه وان الناس كلها جت عليها وان احنا ما عشناش، هنحب امتى ونتحب امتى والدنيا تبقى كويسه معانا؟ لا انا بقول لكم خلاص هانت، هي السنه دي ان شاء الله زي ما فتحت معاكم كده من 10 وطالع، ولقيتوا ناس تواسيكوا وناس تاخد بايديكم، الدنيا هتبقى حلوه. في عذراء ارتبط بسرعه، وده في الرجاله اكتر، هيفركش بسرعه برضو. طب لان هو الجوزاء اللي مرتبط بيرتبط، كيد، الجوزاء اللي بيرتبط بسرعه ويفركش بسرعه، هو يا مرتبط كيد يا مرتبط، لا ده عذراء، احنا انا بنتكلم في بتكلم العذراء مش الجوزاء، تمام. لو ده الجوزاء يا مرتبط كيد يا بيغيظ حد في حد، يا مرتبط تحت سحر. بعد كده هو هيفوق الايام اللي جايه، لا هو بعد كام شهر هيخرب الدنيا دي. في النهايه هو عنده فرحه حلوه قوي، بس بقول لك يا برج العذراء ان السنه دي هتبقى 3 شهور 3 شهور 3 شهور، بمعدل ايه؟ ان انت مثلا لو في ضغوطات ال3 شهور الاولانيين، السنه ال3 شهور اللي هتفك بعديهم شوية، مش هتفك، هي هتتحل، هتتحل. طب ومش والثلاث شهور هتتحل بايديه، التانيين؟ هتتحل بايد ناس تانية. والثلاث شهور الثلاث التانيين؟ شهور اللي وراهم هيبقى في بقى انفراجات في شغل، في ارتباط تاني، في محبه، هي جايه لهم 3 شهور 3 شهور، كل ما بين كل شهر والتاني في مرحله سعاده، هتعوضه ماده، هتعوضه حب، هتعوضه احتواء، هو مش لاقي نفسه حتى مع اللي منه، يعني حتى الناس اللي كان بيتفاهم معاهم الايام دي مضغوط مش عارف يتواصل، بيجي على نفسه عشان ما يحسش ان هو مضغوط بيهم او ضاغطهم. ما تفتحي لنا عن برج السرطان، يعني تشوفي لنا كده ايه دنيا السنه دي. اوكي. طبعا ده عشان مش قرايه وافيه، انتوا هتاخدوا حاجات بس كده فهيبقى الورق قصته مختلفه. السرطان بيعاني قوي من الناس، بس هو متأقلم معاهم، ده ممكن يكون زوج، ده اكيد زوج او زوجه، تمام. هو متأقلم عشان افراد الاسره وعشان البيت ما يتهدش، بس هو واخد كورنر لوحده، موجود ومش موجود. موجود في اطار ايه؟ لو الست بيبقى ليها التزامات اللي هو الاكل والشرب والطاعه، لو الزوج بيبقى المصروف بتاع البيت، احتواء لاولاده، روتينيا، احتواء لاولاده، لا هو قدام الناس ما شاء الله عليهم الناس بتحسدهم. في الحياه الخاصه في فجوه، ان تمام. الحب مش موجود او حته العلاقه الحبيبه مش موجود. المفروض يكملوا الفجوه دي ازاي بقى؟ المفروض ان هو الطرف الاخر اللي مع السرطان ما يضغطوش، هو رامي كل حاجه عليه. وفي العكس لو هو برج تاني مش متناسق مع السرطان برضه هو مضغوط بيه، لسبب ان هو السرطان اللي ضغطه، فاهم قصدي؟ يعني تمام. هو مضغوط ببرج مش مناسبه، يا حد ضغطه برضه مش مناسبه. في كل الاحوال السرطان كان عنده مشاكل عدى بيها، كان عنده 2 مضايقينه في شغله جدا وعاملين له مشاكل، خلاص دول ببشرك يا برج السرطان خلاص هم ماشيين، افرح برج السرطان. افرح لو هم مديرين او انت تحت ايدهم او ليك معاهم علاقات تعباك شويه،
هتتحقق. لا هم يا هيتبدلوا يا طبعهم هيتغير، لان تقريبا هيتبدلوا طبعهم، مستحيل هيتغير. هيوصلوا، لا ممكن لما بيوصلوا للحاجه اللي هم عايزينها في شغلهم خلاص النفسيه هديت، تمام. لان ممكن يكونوا زيه بس المنافسه شديده، فبيبقى في حته الغيره اللي دايما مخلياهم ايه، يروحوا يسفنوا فيه، يأذوه، يفشوا بيه، يعملوا مشاكل. هنا جاي له فلوس حلوه، جاي لك حد هيقول لك بشرة حلوه قوي دي، عن ترقيه، عن ورقه هترفعك. كان عنده مشكله وكان ممكن تبقى في الشغل القضاء وخلاص، هي عدت على خير وعرف عدوه من حبيبه، بس هو طول الوقت دماغه شغاله، لانه هو عليه ضغوط بالنسبه للمصروف، بالنسبه ان هو اللي بيقود المركب. تعب جدا، ما كانش بيعرف يرد. بدات تاخد حقك انت، ان كان بالزعيق، ان كان بالكلام، ان كان بالتعبير، لانك انت كنت اخرس لفتره طويله، يعني حتى اللي حواليك بيقولوا ما شاء الله ده انت نطقت. طب بالنسبه لحياته الزوجيه ايه؟ ما احنا لسه بنشوفها. تمام. في علاقه حلوه قوي، حتى مع الشريك اللي تعبك، لان انت كان في حد ممكن ان هو يقول لك اخبار تتعبك نفسيا، وكان ضغطك وخلاص الحد ده خلاص مشي، فانت هتبتدي ترجع بظهرك وتعيد ترميم حياتك. والشخص اللي معاك كان مضغوط بفلوسه بماده او كان ماسك، هيحس من حد بعيد عنه، ان كان حد بسفر، ان كان حد برحيل، ان الدنيا مش باقيه، فهيبتدي يحتويك انت واولادك ويفك كيسه زي ما بيقولوا. نقلت في مكان وعليه فلوس، خلاص هي قربت تتصدق، او لو لسه هتجيب بيت خلاص الدنيا هتمشي معاك حلوه، السنه الجديده دي جميله جدا عندك. احلى ما فيك ان انت مش عايز تدي دلوقتي حاجه عن اللي في بالك او اللي في دماغك، لان انت تعبت نفسيا او من الحته دي، وما بتحبش حد يعرف خباياك. حريص يعني؟ لا مش حريص، هو اتأذى، اتأذى كتير، فعايز زي العذراء فبطل يحكي. تمام. تقريبا كل الابراج اتعزت على فكره. لا هو السنه دي ما كانتش حلوه على كل الناس، بس في ناس خسروا ناس حبايب قوي وكانت الحياه معاهم حلوه، لان باين لهم صوره وحشه قوي بعد ما شالوا الماسك اللي كانوا مركبينه. انت مسجون ومتقوقع الايام دي، هقول لك معلش، مكسور من خاطر قرابه، ان كان اخ، ان كان حد من الدم او اخت، ودي تعبك نفسيا جدا، لان في اتنين اتفقوا عليك وانت مش لاقي نفسك وبتسال نفسك ليه، ودي عامله لك احباط وحاله نفسيه مش حلوه. لا انت هتتواصل تاني وهم اللي هيرجعوا يرادوك. عندك سفر وعندك كلام بفلوس، كلام الفلوس دوت، الكلام ده هيخص مسكن او هيخص مكان عايز تفتحه او حاجه، هيقضي. بس انت لازم تحط التاتشات بتاعتك، ولازم تكون انت ورا كل خطوه ما تسيبهاش لحد. الشخص اللي انت في بيته او هو في حياتك اوريدي، يعني من غير متفق على ارتباط او كان مرتبط قبل منك وانفصل، محتاج طبطبه فتعاطف معاه شويه. بالنسبه للمتزوجين، انت هيصعب عليك قوي كسره خاطر الزوج بعد ما كنت بتهاجمه او كنت من جواك مش عايز تقرب. لا انت هتقرب والحياه هتمشي كويسه، يعني الحياه هتبقى معاهم كويسه، لان هو هيفك بقى ايديه شويه بعد ما كان ماسك. هو السرطان عاطفي، وده غالي وده لا وده وكده، في عنده حاجه جايه دي ورقه، يا من حكومه يا من شغله، وحد بشره ببشره حلوه جدا. وبالنسبه للحكومه، ان دي ممكن تكون دعوه قضائيه او ورث او حاجه كده هتفرحه. هو السرطان عاطفي؟ تمام جدا. العلاقة هتتحسن وهتبقى حلوة قوي، ودي كانت آخر ورقة في السرطان، إن احنا نطمن انت هتعيد ترميم حياتك من أول وجديد. طب السرطان والكوس في علاقة الصداقة؟ السرطان والكوس حلوة قوي، لأن السرطان بيسمع والكوس بيسمع، فالاتنين بيتفاهموا مع بعض، ما فهمش حد، يعني هما الاتنين سرهم مش بيقولوا لحد غير لبعض ممكن. تمام. تقريبا من كلام حضرتك ان تقريبا الابراج كلها هتبدا حالتها النفسيه تبدا تتعدل خلاص، كل حاجه هتبدا اوريدي من شهر 10 الدنيا في ناس اتظبطت معاهم، منهم الحمل، منهم السرطان، منهم العذراء، في ناس كتير. في النهايه بنرحب بمدام بشاير، الى اللقاء في حلقه قادمه يوم الاربعاء القادم باذن الله.